السلام عليكم عشاق شاومي ريدمي. ريدمي نوت 11 تي الجديد، تحديد موعد الإعلان عن السلسلة رسميا. كشف موعد الإعلان عن ريدمي نوت 11 تي سيريز أو السلسلة الجديدة من ريدمي نوت 11 تي، كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. لكن قبل بدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لأني بحاجة للدعم، فأنا لقد اقتربت من 50,000. المرجو منكم فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس وعمل الكل أو توت أو أول لكي توصل بباقي فيديوهاتي القادمة والحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لك وتابع الفيديو حتى النهاية. أعلنت العلامة التجارية ريدمي عن موعد إعلانها عن السلسلة الجديدة ريدمي نوت 11 تي، بعدما كان من المتوقع أن يكون الإعلان عن ريدمي نوت 12 مثل ما قالت بعض التسريبات سابقا. مواصفات ريدمي نوت 11 تي. وفي ملصق ترويجي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت ريدمي أن الإعلان عن السلسلة الجديدة سيكون في 24 مايو الجاري من هذا الشهر. وفي الملصق كشفت ريدمي أيضا عن تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف ريدمي نوت 11 تي برو بلس الذي يأتي بثلاث عدسات الكاميرا الخلفية كما هو موضح في الصورة في هذا الفيديو. ويظهر الملصق أن الهاتف سيحتوي على وحدة مستطيلة الشكل تضم العدسات الثلاثة مع تصميم بزاوية قائمة، وستضم السلسلة على الأقل ثلاثة هواتف وهي نوت 11 تي ونوت 11 تي برو ونوت 11 تي برو بلس. وكانت التسريبات السابقة قد كشفت أن النسخة الأعلى من السلسلة، وهنا نتحدث عن ريدمي نوت 11 تي برو بلس، سيحتوي على شاشة من نوع LCD بمعدل تحديث 144 هرتز. كما كشفت التسريبات أن الهاتف المذكور سيحتوي على معالج ميديا تيك ديمونسيتي 8000 بمعمارية 5 نانومتر بتردد يصل إلى 2.75 هرتز، ومعالج رسوميات مالي جي 610 جي سداسي النواة مع محرك الإيبر إنجن 5.0 لتحسين أداء الهاتف في الألعاب. وبحسب تسريبات أخرى فإن السلسلة بالكامل ستتوفر بذاكرة وصول عشوائي رام ابتداء من 4.6 إلى 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت حتى 256 جيجا بايت. هل جربت من قبل هواتف عائلة ريدمي نوت؟ شاركوني في التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.